السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن طريقة العناية بنخل الأركة. طريقة العناية بنخل الأركة هي سهلة جدا. نخل الأركة هو ينفع نزرعه داخل المنزل وخارج المنزل، بس في مكان مضيء جدا بعيدا عن إشاعة الشمس المباشرة، يعني ممكن نزرعه في المكاتب جنب الشباك في مكان مضيء أو في البلكونة، المهم يكون المكان مضيء جدا بعيدا عن الشمس المباشرة عشان ما يحرقش الأوراق بتاعته، عشان أوراق نخيل الأركة هو أوراق ضعيفة جدا وبتتأثر جامد من إشعة الشمس. درجة الحرارة المناسبة لزراعة نخيل الأركة هي من 18 إلى 30 درجة مئوية، دي الدرجات المناسبة لزراعة نخيل الأركة. تتميز نخيل الأركة بعدة أنواع بعدة أشكال منها، يعني في أربع أنواع من نخيل الأركة. في الأركة اللي هي قدامكم حاليا دي هي أركة صفراء، وفي أركة حمراء، وفي أركة خضراء، وفي أركة مثلثة أوريها لكم حاليا. دي الأركة المثلثة زي ما انتم شايفين اهي، شكلها متغير خالص عن الأركة الصفراء. طريقة تسميد نخيل الأركة هي كل شهر نسمد نخيل الأركة. طريقة إكسار نخيل الأركة هي عن طريق البذور وطريق التقسيم. طريقة البذور زي ما انتم عارفين، لما نخيل الأركة يطلع بذور بتاخد البذور بتاعها. وطريق التقسيم، طريق التقسيم أو التفصيص إن احنا بنفصص كل واحدة، يعني دي أكثر من واحدة زي ما انتم شايفينها، بنفصص كل واحدة لوحدها. يجب زراعة نخيل الأركة في التربة سريعة الصرف، يعني ما ينفعش تزرعها في تربة طينة مش هيبقى كويسة خالص، بتكون في تربة بوتموس أو تربة رملية. طريقة الري في الزراعة الداخلية، يعني نخيل الأركة لما يكون زرعه داخل المنزل هيكون كل 7 أيام بعد جفاف التربة، وفي الخارج كل 3 أيام في الصيف، وفي الشتاء كل 7 أيام. موعد إكسار نخيل الأركة هو عن طريق البذور والتفصيص. الموعد المناسب للإكسار هو في شهر 3 و4 في فصل الربيع. المشاكل التي تواجه نخيل الأركة هي صفار الأوراق، ازاي بقى بيصفر الاوراق في نخيل الأركة؟ هو ليه عدة مشاكل. هو عدم سج نخيل الأركة جيدا، يعني ما بتسيب النخلة ما تسجاش لفترة طويلة بيصفر وراها، ولو زودت الماء، زودت الري لنخلة الأركة، يعني في ناس بتسقي ممكن كل يوم،
يوم ويوم. واهم حاجه اننا لو زرعين نخيل الاركه في جسريه نتاكد من الثقوب التي في اسفل الجسريه، يعني الفتحات اللي في الجسريه من تحت نتاكد منها ان هي مفتوحه جيدا. ومن اهم مميزات نخيل الاركه هي في تنقيه الهواء من حولك، يعني جيده جدا في تنقيه الهواء. وابرز الامراض التي تواجه نخيل الاركه هو الحشرات مثل المن والبج الدقيقي والذبابه البيضاء. يعني نخل الاركه بتصاب بالذبابه البيضاء والبج الدقيقي وبعض الحشرات، يعني يجب رش نخيل الأركة كل شهر على الأقل بمبيد حشري زي اللمبادا إكس، زي البنسويد البناسيوم، ترش على الأقل كل شهر عشان تحافظ على النخلة من إصابة الحشرات. وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.